50,000 من فودافون كاش. اه يا فندم موجود طبعا، انت اللي هتبعتيهم ولا حد هيبعتهم لك؟ لا انا اللي هبعتهم لحضرتك، بس اديني بس رقم المكان. 15 كده اتباع. لا هو لسه ما اتباعش حاجه. لا انا بعتهم لحضرتك، مش رقم اخر 51. لا 51 ايه اخره 15. لا انا ماليش دعوه، انا بعتهم فعلا لحضرتك، انا ماليش دعوه. فين صاحب المكان اللي هنا؟ ثواني بس، انا قلت لك انا هبلغ الحكومه، انتوا نصابين. ماشي حضرتك، احنا مش نصابين، انت واقف في محل محترم. خد ال 50,000 اهو، وانا هتصرف وهجيب ال 50,000. لان على الراجل انا بعت له ال 50,000 بالغلط ده، ويا رب يطلع محترم يبعت لي ال 50,000. اخره 5-1. نعم الرقم المطلوب غير صحيح. سمحت، كنت عاوز ابعت 30,000 جنيه. 30,000 جنيه فودافون كاش؟ اه. طب خد الرقم ده. 010 010 80 15 15 اتبعت. لا مفيش حاجة وصلت. ازاي يعني مفيش حاجة وصلت؟ مش اخر 51؟ لا 51 ايه؟ لا مش 51، اخره 15. لا انا ماليش دعوة. طب سؤال، انا هرجع الفلوس، انا هرن عليه دلوقتي. التليفون ده فين؟ لا انتوا عارفين السحب على التليفون ده. هنزل ورقه كده اهو، نزل العلبه دي كده اهو، وهتطلع منها ورقه فيها الاسم. مين بقى صاحب النصيب؟ يلا اختار ورقه. اختار ورقه واحده بس، ورقه واحده بس، مش هنكسب ده كله، واحده بس. هات بقى ده. الاسم الاسم سلمى جمال. ما شاء الله سلمى جمال. عايزين الورقه الثانيه بقى. الورقه الثانيه. الورقه الثانيه المرسى يا جمال. عبيد الرحمن، انت ابو الادم. الله بره. الله بارك. ما شاء الله. الله بارك. سلمى جمال. خلاص هذا مخليه عندك. تمام؟ سلمى جمال. خلاص خليه. سلمى جمال، شكرا لكم. مبروك عليك، تفتحها كده اهو عشان خاطر الناس تبقى ايه؟ مصدقه الموضوع. الله يبارك فيك يا باشا. ادي الاسم اهو، ادي الاسم اللي جه في القرعه، وادي الاسم اللي كان موجود في البتاع. شيك عليها، لا افتحها بنفسك بقى، مفتاح. معاك مفتاح؟ شكرا. ايوه بس انا بتاع مين؟ طب ماشي، من الورقه بتاعتك فين؟ خلاص فين؟ انتوا ملاقيينها بايه؟ 14 بس كده، هي 14 يا صديقي. الف مبروك. الف مبروك. ايوه موجوده اهو الحمد لله. ان شاء الله موجوده. هذا الشاحن اهو. مبروك عليك يا باشا. الله يبارك فيك. لو سحبت اول ورقه وقلت اول حرف فيها وطلع صح، يعني هتقوله قبل ما تسحب، هتاخد الموبايل ده. يعني انا اقول حرف ولا كل الحروف شبه لا. بعضيها؟ لا مش كله شبه بعضيها، انت هتقول حرف. طب خلاص. وهتسحب ورقه بايدك انت. طب ماشي، هختار الف. ماشي اسحب. مين ده؟ فين كده؟ ياسر. كان نفسك ياسر، كان نفسك ياسر. احنا قلنا اول حرف. ما بعد ايه؟ كان نفسك تسحب ورقه ثانيه؟ اهو يا عم. يا ريت والله. عشان ما تقولش مثلا ان هو ياسر مثلا. احمد. احمد. انا اللي سحبتها. انا اللي سحبتها. نظر.